عندي ليك طريقة مدهشة لو انت بتقدم عرض ومحتاج تخطف انتباه الحضور. هوك ذا اودينس. الطريقة دي لا تقليدية ولا نمطية، بعيدة كل البعد عن ده. الطريقة دي مجربة وهتلاقي ليها نتائج ممتازة. يعني مش هتلاقي حد نايم ولا حد زهقان ولا حد ماسك موبايله ومطنشك. ليه؟ لأنها طريقة تعتمد على ان الناس دايما هتكون معاك. يا ترى ايه الطريقة دي؟ الطريقة دي لو انت عملتها وجابت معاك نتائج ما تنساش تدعيلي. النهاردة مع الحلقة التانية من سلسلة كيف تجذب انتباه المتابعين. وكانت الحلقة الأولى عن صدق المشاعر. النهاردة الحلقة التانية عن ايه؟ يا ترى عن ايه؟ خمنوا كده عن ايه؟ هو ده، التشويق وإثارة فضول الحضور. الموضوع ده مهم جدا. بتعمله شركات الإعلانات ومهندسين المبيعات لما بيروحوا لشركة وعايزين يقول لهم إن السيستم اللي عندنا ده والمنتج اللي إحنا بنبيعه هيحل لك كل مشاكلك. بس علشان الناس تفضل معاهم يبدأ يقول له أنت عايز تحل مشكلة كذا، عايز تحل مشكلة كذا، ويبدأ يعدد شوية حاجات كتيرة قوي قوي، كل ده منتجنا هيحله لك. وكمان انت لو بتكلم المدير بتاعك وبتقول له انا بعرض عليك شغلي، بدل ما تجيبها بصيغه مباشره تبدا تقول له والله انا عملت طريقه النهارده ممتازه، الطريقه دي ممكن نحل مشاكل كتير، شغل كتير من المتكون ممكن نخلصه بسرعه، احنا ممكن نحل مشكلات البطاله اللي موجوده معانا في المكتب وفي ناس هتشتغل معانا ونزود كفاءه العماله. وابدا اتكلم عن الخطه الجديده او الفكره الجديده اللي انت بتعرضها على مديرك من غير ما تسميها. التشويق والاثاره طريقه رائعه جدا وطريقه مجربه. حاول دايما انك تبدا بها خطابك. هتعمل ايه؟ هتلقط الناس على طول، لان الناس دائما بتحب تعرف ودائما عندها حب للفضول، فهيبقوا دايما متابعينك ونفسهم يعرفوا انت بتتكلم عن ايه بالظبط. اتكلمنا النهارده عن طريقه التشويق واثاره فضول الناس، وازاي دي طريقه لخطف القلوب والعقول ولفت الانتباه عشان الناس تبدا تسمعك وتركز معاك بدل ما تكون زهقانه. كانت الحلقه الاولى عن صدق المشاعر، الحلقه الثانيه كانت عن التشويق واثاره الفضول. ان شاء الله معانا حلقات تانية هنتكلم عن أكتر من طريقة إزاي بنهوك الأودينس ونخطف أنظارهم. معاكم مهندس محمد عصمت، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.